أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين: تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة. من موقع عدن تايم: توزيع مراوح تعمل بالطاقة الشمسية على الأسر الفقيرة بعدن. من الاتحاد: أطفال في صنعاء ينتظرون ما هو أهم من العيد. ومن الأخبار الأكثر قراءة في البي بي سي: بريطانيا تبدأ باختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة. أهلا بكم. البداية من موقع يمن مونيتور، والذي ركز على الحال الذي يعيشه اليمنيون قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وعنوان الموقع: الفقر يستوطن بيوت اليمنيين مع قدوم عيد الفطر. وقال الموقع أن متطلبات عيد الفطر المبارك تسلب ما تبقى من منازل اليمنيين الفقيرة، مع زيادة الفاقة لدى معظم الطبقة الوسطى والأقل منها في البلاد. وبعد عامين من الحرب وتسعة أشهر بلا مرتبات للموظفين الحكوميين، بالمقابل وفي ظل تردي أحوال اليمن يزداد أمراء الحروب ثراء، ومن بينهم قادة حوثيون يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء. وقال محمد سالم، جندي يمني ليمن مونيتور، أنه يعمل في الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء ولم يتمكن من استلام راتبه منذ عام، وأن الحوثيين قاموا بتسليم نصف راتب خلال شهر رمضان، وأنه لا يستطيع أن يوفر لأسرته الغذاء عوضا عن احتياجات العيد من الملابس. وتقول زوجة معتقل ليمن مونيتور إن زوجها مختطف منذ 11 شهرا في سجون الحوثيين، وكان المعيل الوحيد للأسرة، مشيرة إلى أن أهلها تكفلوا بمصاريف المنزل، لكن مع انقطاع مرتباتهم وزيادة مصاريفهم يبدو أن أوضاع الأسرة ستتدهور أكثر. اقتحم مسلحون قبليون تابعون لنائب محافظ دمار القيادي في حزب المؤتمر مكاتب أو مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة دمار، وأطلقوا قاطرة محملة بمادة الغاز المنزلي كانت محتجزة في مكتب الأشغال ومملوكة لنائب المحافظ. أوضحت مصادر محلية للمشاهد نت أن ثلاثة سيارات تقل مسلحين قبليين يتبعون النائب اقتحموا مكتب الأشغال العامة بمحافظة دمار واعتدوا على حراسة المكتب، وقاموا بإخراج قاطرة غاز كانت محتجزة لعدم وجود وثائق رسمية، واقتادوها إلى مدينة معبر. وكان النائب قد أفشل اجتماعا ضم السلطة المحلية وتجارا وأصحاب وكالات بيع الغاز بدمار لتحديد سعر 2900 ريال للإسطوانة، لكنه رفض الاتفاق. وقالت مصادر حضرت الاجتماع أن نائب المحافظ أعلن أن الاتفاق لا يعنيه، وأن المحطات المملوكة له لن تبيع إلا بمبلغ 4200 ريال للإسطوانة. الحرية تعني أن تحترم حرية الآخرين، وأن تقبل الاختلاف، وتقبل التفاهم والتعايش واحترام الآخر. هذا مقتطف مما كتبه السياسي اليمني ياسين سعيد نعمان في مقاله المشهور في موقع الملعب، ويضيف نعمان: الحرية بالنسبة لعدن هي العنوان الأبرز الذي جعل منها موئلا لكل من ضاقت به الحياة منذ عهود طويلة، ونمت بسبب هذا مقومات ثقافية وأخلاقية وإنسانية جعلت المجتمع يتكون في مستواه غير الرسمي وفقا لقواعد لم تتغير مع الزمن، حتى عندما يداهم المدينة والمجتمع تدفقات بشرية بأمزجة مختلفة فإنها تتكسر وتذوب أو تعيش حالة غربة بالرغم مما يبدو عليها من سطوة. لا يمكن تشكيل عدن بمزاج القادم إليها حاكما أو غازيا، بالعكس هي من يعيد تشكيل هؤلاء جميعا. في 2015 إبان الغزو التدميري لعدن من قبل الحوثي والصالح، لم تقبل أحياء عدن التاريخية التي ترسخت فيها جذور حرية ترفض الذل، فقاومت وانتقل السكان إلى أجزاء أخرى من المدينة، ظلت صامدة وتقاوم، وبقيت كريتر وخرمكسر والمعلى والتواهي خالية تماما من السكان، في ظاهرة لا يمكن أن تتكرر إلا في مدينة ظلت الحرية عنوانها الدائم. في تلك الظروف اختبرت الحرية في هذه المدينة، وثبت بالملموس أنها ميراث أصيل لم يتآكل بفعل الزمن ولا تغيراته، ويختبر اليوم بهذا الصبر الذي يبديه سكانها تجاه ما ألم بهم من انتكاسات في كل مناحي الحياة.
تصحيح الوضع في عدن هو مفتاح الحرية لليمن كلها من جنوبها إلى شمالها. من عدن تبدأ استعادة دولة المصادرة من قبل ميليشيا الانقلابيين، ومن عدن سيستعيد اليمنيون إرادتهم في تقرير خياراتهم ومصيرهم، ومن عدن سيتواصل بناء التحالف العربي على أسس الوفاء للتضحية الكبيرة التي قدموها كعنوان لأصالة الحرية لهذه المدينة ومعها كل اليمن. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: الحكومة تشكل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة. ويقول الموقع إن الحكومة اليمنية أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرتها بعد يوم واحد من نشر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا يتحدث عن انتهاكات فظيعة تمارسها قوات إماراتية في عدن وحضرموت. ووجه رئيس الحكومة أحمد بن دغر بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق في الانتهاكات ضمن مناطقها برئاسة وزير العدل وعضوية مسؤولين من وزارتي حقوق الإنسان والداخلية. وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن شبكة معتقلات سرية وتعذيب وأخفاء قسري في اليمن تديرها دولة الإمارات. موقع الموقع بوست عنوان في صفحته الرئيسية: نقابة المعلمين بتعز تدين جريمة قتل مديرة مدرسة دبي في المحافظة. وأقلت التفاصيل أن نقابة المعلمين في محافظة تعز أدانت جريمة قتل المعلمة هيام نديم مشرفة مدرسة دبي وإلقاء جثتها في سائلة عصيفرة الواقعة جوار جامع السعيد. وأوضحت نقابة المعلمين أن القتيلة التي تسكن مع زوجها في منطقة صينة كانت في زيارة لأمها بحارة إسحاق في المدينة القديمة، وقد تم اختطافها يوم الثلاثاء ليلا من منطقة الباب الكبير بغرض السطو على ما لديها من ذهب. وأكدت نقابة المعلمين في بيانها على ضرورة تحريك الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز وتتبع آثار الجريمة للقبض على الجناة لينالوا جزاءهم العادل. قضايا قديمة بأسماء جديدة، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج متابعا: لم تكن الحياة السياسية في العالم قبل ميكافيلي وكتابه الشهير على قدر من الفروسية بحيث تحرم بعض الوسائل حتى لو عظمت الغايات. وقد عرف تاريخ السياسة الذرائعية قبل أن يدرجها علماء النفس في معاجمهم، مثل ما عرف السادية والإفراط في التعذيب قبل ميلاد الماركيز دوساد، وكذلك البراغماتية قبل فيلسوفها براغماتوس. تماما كما أن علم النفس لم يخترع العقد والأمراض التي يتحدث عنها، فقد عرفها البشر على امتداد التاريخ، لكنها كانت تحمل أسماء أخرى أو تبحث عن أسماء. وهذا هو الفارق بين الاكتشاف والاختراع، فالاكتشاف توصيف وتسمية لما هو موجود، ومن اكتشف قارة مثل كولومبوس لم يخترعها، بعكس الاختراع الذي يبتكر أشياء لم تكن معروفة من قبل كالبارود والبنسلين والكهرباء وسائر منجزات التكنولوجيا. إن من يقرأ التاريخ وما بين سطوره يجد أن معظم ما نتصور بأنه جديد ليس جديدا بالفعل، فالمكائد والدسائس السياسية لعبت دور البطولة في امبراطوريات سادت زمنا ثم بادت. والتفريق بين التكتيك والاستراتيجية عرفه البشر منذ أقدم الحروب، لكن بأسماء أخرى. وما يطلق عليه الخدعة أو الحيلة هو في حقيقة المعنى الدقيق لما نسميه التكتيك في أيامنا. القراءات السطحية والأفقية وأحيانا السياحية للتاريخ توهمنا بأننا نعيش في تاريخ آخر أو ما بعد التاريخ. وهناك مقولة شهيرة لدانتوس تختصر المسألة كلها، هي سحقا لمن سبقونا فقد قالوا أقوالنا كلها. ولعل هذا ما قصد إليه شاعرنا عنترة العبسي في معلقته حين قال: هل غادر الشعراء من متردمي. إلى موقع عدن تايم والذي عنوان: توزيع مراوح بالطاقة الشمسية على الأسر الفقيرة بعدن. وقال الموقع إن القائمين على مشروع نشتي برود نفذوا نزولهم الميداني لتوزيع مراوح الشحن بالطاقة الشمسية لأسر الفقيرة والمصابين بالأمراض المزمنة بالعاصمة عدن. وقالت مدير مشروع نشتي برود لارا علي أن فريق العمل نفذ نزوله الميداني إلى منطقة القاهرة لتسليم الأسر الأشد فقرا مراوح الشحن ضمن مشروع منظمة سواسية للتخفيف مع
أو من معاناة الأسر الفقيرة في ظل فصل الصيف الحار واستمرار الانقطاعات المتواصلة للكهرباء لساعات طويلة. وأضافت لارا بأن المشروع يستهدف 200 أسرة بعدن، وبدأ التوزيع في منطقة القاهرة، وسيستمر النزول للأسر المستهدفة بشكل يومي بمديريات عدن الثمان. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة الاتحاد في أحد عناوينها: وقفة احتجاجية لأبناء المعتقلين في سجون الانقلابيين بصنعاء. وقالت الصحيفة إن أبناء المختطفين اليمنيين والمخفين قسرا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ناشدوا إطلاق سراح آبائهم قبيل حلول عيد الفطر المبارك، ونظم أبناء المختطفين والمخفين قسرا وأمهاتهم وقفة احتجاجية أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء أمس الأول. وتضيف الصحيفة: رفع الأطفال وأمهاتهم لافتات كتب عليها عبارات الحنين لآبائهم، وكيف أن 4 أعياد بمرارتها مرت عليهم دون فرحة أو ابتهاج بسبب تغييب آبائهم خلف القضبان. وكتب أبناء المختطفين رسالة للتعبير عن مدى شوقهم لآبائهم، وهم ينتظرون فرحة الإفراج عنهم ليشعروا بفرحة العيد وتكتمل سعادتهم. خزانات موقوتة، النفط المجمد يهدد اليمن بكارثة اقتصادية وبيئية. تحت هذا العنوان نقلت صحيفة العربي الجديد تحذير مسؤولين يمنيين وخبراء من أن ميناء لتصدير النفط في البحر الأحمر بات يواجه خطر حدوث تسرب، وبداخله 1.5 مليون برميل من النفط الخام، ما يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية إقليمية لن تقتصر تأثيراتها على اليمن فحسب، بل ستمتد إلى الدول المجاورة. وأضافت الصحيفة أنه بسبب الحرب المستمرة تم احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.5 مليون برميل في ميناء رأس عيسى لتصدير النفط في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، فيما فشلت الحكومة في تصدير الكمية لوقوع الميناء تحت سيطرة جماعة الحوثيين. ونقلا عن وزارة النفط، أضافت الصحيفة أن الخزان العائم في رأس عيسى مؤهل لتحميل وشحن النفط بالنفط الخام لأغراض التصدير، ويستقبل خزان نفط صافر المنتج من حقول محافظة مهرب عبر أنبوب رئيسي طوله 440 كيلومتر تقريبا. إلا أنه بحسب مسؤولين حكوميين وخبراء فإن الخزان مهدد بحدوث تسرب، خاصة خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، حيث تشتد درجة الحرارة وترتفع الرطوبة. فصل الجيني عن السياسة. تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا: لو تأملنا التاريخ البشري لوجدنا أن معظم الحروب التي حصلت كما ذكر، وإن كانت بدواعي السيطرة على السلطة والثروة، إلا أن من يثيرونها لا يجرؤون على القول إنهم فجروها بسبب طمعهم في أموال الناس وأراضيهم. ولكنهم على مر التاريخ لجأوا إلى حكايات الجين المقدس والعنصر النقي لإيهام الناس بأحقيتهم في ذلك. ومن هنا جاءت التقسيمات العنصرية للأمم والشعوب على أساس عرقي جيني لا حضاري ميمي على حد تعبير دوكنز. ذلك أنه في النقطة التي يلتقي فيها الجين المقدس بالطموح السياسي للفرد تتجسد فكرة القومية الشوفينية والعنصرية العرقية التي كانت من أهم أسباب الحروب الكبرى في التاريخ البشري. إن الحكام الذين فشلوا في تقديم منجز حضاري اقتصادي أو ثقافي لشعوبهم هم أولئك الذين بثوا لهذه الشعوب دعايات دينية تمجد الجينات التي يتوهمون أنهم يوهمون شعوبهم أنهم ينتمون إليها. والحكام الذين تملكهم إحساس بالفشل في أن يكونوا هم أصولاً طيبة لفروعهم القادمة المنتمية إليهم عادوا للتاريخ للبحث عن أصول مقدسة يزعمون لشعوبهم أنهم ينتمون إليها.
وقد رأينا كثيرا من الحكام جاءوا من مناطق بعيدة وادعوا لأهل الأرض الجديدة التي نزلوا بها انتسابا لأسماء تاريخية كبيرة من أجل أن تسهل عمليات السيطرة على أبناء تلك المناطق، إذ لم يستطع هؤلاء الحكام السيطرة بقوة العدل والخير، فلجأوا إلى الخرافة لسرقة ثروات الشعوب بدلا من حكمها بالعدل والبناء والتنمية. أخيراً يمكن أن نصل إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة لدى كل شعوب المنطقة بعملية فصل كاملة للجيني عن السياسي، وهنا سيصل إلى السلطة من يخدم الناس ببرامج عمل سياسية واقتصادية، لا من يكذب عليهم أن الله جعل السلطة في جيناته الوراثية حسب مقولات دينية قرسطية لا تزال للأسف تعمل عملها في أنماط تفكير الكثير من جماهير بلاد الشرق العجيب. وفي أخبار شبكة البي بي سي الأكثر قراءة، قالت إن بريطانيا تبدأ باختيار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة. وقالت الشبكة من المتوقع خروج قافلة سيارات ذاتية القيادة تسير بدون سائق في مدينة نيوتين في وقت لاحق هذا العام، ثم يليها تجريب هذه السيارات على الطرق العامة. وأظهرت تجارب أوتودريف، وهي نتائج تعاون بين شركات صناعة السيارات، بإمكانية اتصال السيارات آلية القيادة ببعضها البعض وتبادل المعلومات. وتضمنت أيضا إمكانية تنبيه السائقين عند اقتراب سيارة أخرى على نحو مفاجئ، كما أنها تقدم أيضا معلومات آنية عن حركة المرور. ومن المقرر أن تجري أول مجموعة من تجارب السير على الطرق العامة بنهاية العام الحالي، ومن المقرر تقديم أسطول يضم 40 سيارة ذاتية القيادة في المناطق المخصصة للمشاة في مولتون كنيز. وأظهرت التجارب قدرة السيارات المتصلة ببعضها البعض على رصد وجود سيارات أخرى متصلة أيضا أثناء اقترابها من تقاطع طرق، وتحذير السائقين من احتمال وجود وقوع تصادم. صحيفة القدس العربي وفي صفحتها الأخيرة تعنون: هولندا تبحث عن أستاذ جامعي اختفى مع دفاتر امتحانات الطلاب. وقالت الصحيفة إن أستاذا جامعيا اختفى مع كراسات اختبارات 80 طالبا سيضطرون للخضوع لفحص جديد في إطار شهادة التخرج بحسب ما ذكرته الجامعة. وقال إيريس فليميز الناطق باسم جامعة روك ميدين إندرلاند في أوترخات بهولندا: بذلنا كل ما في وسعنا للعثور عليه واستعادة الكراسات، لكنه اختفى منذ أسابيع. وبالتنسيق مع هيئة التفتيش التربوية قررنا إعادة الفحص، الأمر الذي أثار امتعاض الطلاب الذين ظنوا أنهم انتهوا من الاختبارات. ولم تفضي محاولات إيجاد الأستاذ الجامعي إلى نتيجة. وقال المتحدث إن الأمر حالة فريدة من نوعها ومزعجة للجميع، لم يسبق لي أن شاهدت شيئا مماثلا. نحن نتأسف للطلاب الذين سيضطرون إلى الخضوع للاختبار من جديد، وسيضطر الطلاب إلى العودة إلى الحرم الجامعي بعدما بدأوا عطلتهم الصيفية. يبدو أن الصحف تواجه الانقراض الوشيك في مختلف أنحاء العالم مع تسبب الهجرة الجماعية إلى الانترنت في ركود أرقام توزيعها وانهيار إيراداتها من الإعلانات، ولكن هذا ليس واقع الحال في الهند. هكذا بدأ وزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند شاشي ثارو مقاله المعنون بالحصن الأخير للصحافة المربحة، والمعاد نشره في صحيفة الغد. ما تزال الصحف المطبوعة في الهند صناعة موفورة الصحة إلى حد مذهل، فالهند الآن موطن لأكبر عدد من الصحف المدفوعة على مستوى العالم، والعدد مستمر في النمو من 5767 في العام 2013 إلى 7871 في العام 2015. وعلى مدار الفترة نفسها توقفت 50 صحيفة عن النشر في الولايات المتحدة التي لديها أقل من ربع عدد الصحف المطبوعة في الهند. وعلاوة على ذلك، تظهر أرقام قراءة الصحف الصادرة عن مكتب مراجعة التوزيع هذا الشهر أن توزيع الصحف على مدار العقد الماضي سجل نمواً كبيراً في الهند. فما الذي يفسر ازدهار سوق الصحف في الهند إذن؟ يتلخص أحد العوامل الأساسية في ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والذي قفز إلى 79%، كما ساعدت التنمية الاقتصادية على صناعة الصحف هناك.
كما تقدم الصحف المطبوعة الميزة الإضافية المتمثلة في الموثوقية في بلد حيث لا يمكن فيه ضمان الوصول إلى الإنترنت طوال الوقت، نظراً لعدم استقرار التيار الكهربائي الذي ينقطع بشكل متكرر حتى في العاصمة. ويظل مدمن الأخبار في احتياج إلى صحيفة ملموسة يمكنهم قراءتها تحت ضوء الشمس من دون الحاجة إلى بطارية مشحونة بالكامل. بالنظر إلى كل هذا، قد لا يكون من المستغرب كثيراً أن يظل المعلنون في الهند مخلصين لجاذبية أخبار الصحف وليس المؤشر الوامض على الشاشة. وفي تناقض حاد مع التجربة الغربية، ما يزال الإعلان يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات صناعة الصحف الهندية. بطبيعة الحال، قد لا يستمر هذا الاتجاه إلى الأبد، ولكن الصحف الهندية ليست عرضة لخطر العجز عن الاستمرار مالياً في الوقت الحالي. وهكذا ما تزال قصة الإعلام المطبوع قصة سعيدة، وسوف تبقى الهند النامية بقوة جنة للموهوبين في عالم الصحف لفترة من الوقت. وما يزال هناك نحو 280 مليون شخص لم يتعلموا القراءة والكتابة بعد، وسوف يرغبون في الحصول على صحفهم أيضا عندما يتعلمون القراءة والكتابة. جولتنا المصورة لهذا اليوم مجموعة صور تحكي عن أبرز أحداث العالم التي وثقتها عدسة الكاميرا ونشرتها صحيفة الديلي تيليغراف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.